أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند حق أساسية كسر دوادة ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً ندا نوغو عصبتها سبسكرايب ساركم بلالك فرودة ورك يقودن بي واد دورنما أربعة أخوضة بحساسية ينوسو سعودة فضلاً نلاتشوك حق أساسية دقار قاب فاديا سينو قاب دو ما ليسي أكوتا قد الكاسي قدر إسلام مركاسين وايهي سي سياسة يا سو إدلانيا أغازي ما هيا دا سردونك صوماليا فهد ياسين حاج الداهر أيا سعودال عن لسي شاعين وحوكو غاري ودن كاسي قدر سيدا لو حقي جوار باهين تبوغ شدي ساقر سوديقا ها أيا كسو آديسا حلي ودن كاو غالا يدورا شايس لمركاسين سيدي لو دردر قلين لها أري مها عوذين تلوغا أرين سانيو عاسمة دا مقدشو دوحا أيا إهد سامين تدقالي إيه دورا شدي أما أولوليه اللوكم تماني تضبادي تاسو لباها أحارتي قوش محمد عبدالله فرماجو أو تلبامه إيه دا كشقي أفرتي سانو إيه لصور نافي ولين أمو قنايا إن أو دياري هاي إن أو كسو لابت كرسيقا سعدالك فهد إيه قادر وامد عادي أه أو قيبت أه سفر دا أو بلوين كدي بكوت تاقا يدوحا بل سوحا كل كان عصبوا إن أو كسو آذي كهر دور شوي كايو إن أو إساقو مشرح ويا هاي كرسي حلي بانيمو فهد ياسين أو أفرتي سانو إيه لصور نافي أه قعان تميد جاي فرماجو إسلام مركاسينا غاري يي غو آنا دا أغوا وين إيه دولد نمدا أيا دون يا إن أو كرسيقا حلي بانيمو إيه بيشي سدكتا مامول كهير شبيلي كلا وريغو فارح عبد القادر ما أهان كليا وحو سيدو كلا دونيا إن او صو سارو سراكيل كلا او كميد أهو غانك إيا نرعاد كهيا دان نبض سوغيدة إيا سردونك قرنك سوماليات إنسا جغدا حلبانما إيا لامن سيهي إن أي أقوب يان سيدي أي إسوي إلالين لحايين أفرت صنع إيا سو آدان هدي أي كفشلمان سو لابشاد فرماجو مادام أي تعديو إيا دنبيو ووين غلين إنتي أي حفيسك جوغين نغر قاب فهد ياسين ayaasi aan la ogeyn do maalays ugu taga markasta dalkaasi qadar hasa ahaatee dadka ka shaqeeya garoonka aadan cade ayaa mamnuuc ka ah marka uu duulayo in sawirro ama muuqaalo laga qaado dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya oo digniin u dirtay 12 jaamacadood oo qaar ku yaala Soomaaliland gudiga qaranka ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta ee Soomaaliya ayaa soo saartay liis ay ku shaacinayso 12 jaamacadood oo digniin kama dambeys ay u direysa wasaaraddu qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu furay جامعاتها إن قدiga أي كلا سوحيريران مدى كسي من طبان مالموت هدي أي مدى داسي أولا سوحيريري ويان أي وزاردو كلا لابان دونتا رخصد أي ديوان جلينتا أي هوري أسيسي وزارد وحبرشة صوماليا قدiga قران أي تعلينتا سريوحو كوار جلين يا جامعاتها هوسكو حسن إن أي قدiga لا سوحيريران انتا كاو رئيسا طبان كبشة تطبات لابكوني كوي لباتان كايا لغو يري قرال وار جلين أي وكسو بحاي وزارد guddiga wuxuu jaamacadahan ku wargelinayaa in hadii aysan guddiga la soo xiriirin ka hor muddada kor ku xusan in wasaaradda waxbarashada ay kala noqonayso ruqsadii iyo diiwaan gelintii ay hore u siisay jaamacadaha oo guddiga digniinta u diray ayaa waxa safka hore kaga jira jaamacadda Admas oo ku taala Soomaaliland oo ayadu ku dooda inay tahay dalka madax banaan Soomaaliya iyo nidaamkeeda dawliga ah sidoo kale waxa qoraalka lagu sheegay in guddiga qaran ee tacliinta sare uu la xiriiray 12 jaamacadood in ka badan 5 jeer isla markaasina ay iska dhagatireen oo aysan ka soo jawaabin dhinaca kale wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya Khaliif Cabdi Cumar oo uu weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda عبد عسیس ابراهیم آدن ایا حب کفگان ارگاهی کلان کلا یه شی مذاح کس عتمید و گیروب یا های ادها اونی دو اسومالیا کلان که ایا لوگا حضلی هر مرین تگنا عصیگر دهه یا کویر یار ادال کسومالیا وزیر که گنا عصیگی ورشده دولت فدرال کسومالیا قلیف عبد عمر او هال کاسی که حضلی ایا مید و گیروب یا های اداسی خوب گهدیه دادالد هر مرین تگنا عصیگر دال که وحنا و شیگی این ایک دولت آهن soo dhaweynayaan cid kasta oo ka qayb qaadanaysa horumarka dalka Soomaaliyeed ayuu yiri wasiirka si kastaba ha ahaatee wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in ay guul ku soo dhamaatay kulankii ay la yeesheen midowga Yurub iyo hay'adasi fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah 10 sabab oo lagu dooran doonin Xasan Cali Khayre raisul wasaarii hore ee fashilmay ee dalka Soomaaliyeed Xasan Cali Khayre marka laga soo tago in aanu u qalmin maamulka guud ee Soomaaliya haddana halkii jeer ee la tijaabiyay waxaa laga soo saaray 10 qarad isla markaasina dalka uusan macquul ahayn inuu hoggaamiyo wariyahan ah oo isaga gacantiisa ku xiray ayaa 10 arimood ka qoray 20 sharci oo xukuumadiisa u gudbisay baarlamaanka 90% waa qantaraasyo iyo wax lacago la xiriira ee ma ahan dhisma dawladnimo iyo hay'adaha laba waa raisul wasaarihii ugu horeeyay ee muwaadin Soomaaliyeed u dhiibay Itoobiya xukuumadiisa ayaa ONLF ku dartay liiska argagixisada wali waa uu ku adkaysanayaa qeyrlaawe saddex waxa uu weeraray hoggaamiyaha wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame marar kale waa uu samayn karaa inuu siyaasi kala weeraro
أفر وحا أو شرعي دركو عيري قدوميها قولها شعبك جواري وزير كيسي أيو قولها مضح أغدقاي يعني شرعي دجين إيا هاي أدو كلا مضح بنان لما تصو شان دمان مامول قوبالي ديدي لبوباي إساقا أيا هرمود كأها كوفر قلبيدي يقلمودك وزير ديس أيو مضح أغدقاي هير شبيل عنا قبتين حوغان أيو بصاري جبلان إيتو بيا أيو دول ديجي لح حكومة ديسا أيي إهيد مدة أتكتاي بيش عالم كأي ديدي إن سومالي لان أي توس وهشو غرغار كأي ديقها أي بحيان إلا إيا حدا لعق بدن أيا أغو حيران مامول كارجيس بيش عالم كا تدوى صحافة إيا حرية ده هذل كوحا أو أركيي عدو إساقا أو كشقيي إن لحرو وريال بدن أو كميد يهي وريها وربيحن تقري سيديد إنتا أو جوغي وحا أو سومالي هوزجيي قدر حدا نولي إياجي أيا وطو ساقال وحا أو كوغول درايستي سياسة داري مهدي بدا إساقا أو سوماليا كدري ديريسكا يدن ماان هي إذا هواوين طبان عابقا ساقالي طبان أو حالت بني آدي نما إساقا مشروع أيو أكتيسا كأها وحا أو نهوزجيي حفيز كيسا إساقا أو وزير دا عافيماتكا بهدي لي شقالي هيدنا والوال إيو مسوق ماسوق حوقان كو أبوري وريا وربحن تان قري عبد عسيس قربية أو هاد كهر وقعان تيسا كحري ايا وربحين تاني كدياريي رئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي خيري مرنبا معقول ما اهان ان دالك صوماليا اوهو قاميو وانيكي كدن بيي ان دال يردي صوماليا اريتريا لو قاضي الا امنكا كاموسا وحا اونا اها رقي وحكا وقاسيقا دينا عكلا رئيس الوزاري حكومة دي حلقارسين تمودنا محمد حسين روبلا ايا اساقا وكدو ليا يشيسكي لباتاني تدو بدي ميلا وكوني كوي لباتان كا وحا او مقا عابي قد قدبو هشيسين دا قبل كدو او اي سان كود جيرين جبلان روبلا ايا قد ديگا او مقعابي وحو فراي اناي سيد دك دقاهي او هول قلان اونا بلاوان ارمه دي بوهشيسين تا قبل كدو ايago وضا تاشي الله سمين ايا دمان لنعيد دي بوهشيسين تا قصيصو سيدو اكالي رئيس الوزاري محمد حسين روبلا ايا شاقين هولا اي قبان ايا قد ديگاني اي لجان خادي دونان قضب كسدحا دي هشيس كا اي مقدش اللواتاني تدبدي كو صحيحين رئيس الوزاري هم مدح دمام القبالي دي قبل كبنادير قد ديگا او مقعابي روبلا او كا كوبان افر حبنوت او كا كلا سعودي هير شبيل كوفر قلبيت بدلان ايا قلمدو aya kala ah ko wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Maxamed Cali Aadle laba wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan dabanaad saddex wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Axmed Madobe Nuno afar wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Galmudug Aadan Cismaan Xuseen dhinaca kala golaha wada tashiga oo soo saaray jadwal doorasho iyo go'aano kale kow tababarka iyo doorashada gudoonka gudiyada doorashada ayaa dhacaya 3 Juun ilaa 5 bisha July 2022 laba diyaarinta goobaha codbixinta doorashada ayaa lagu soo gabagabeynaya ilaa 23 July saddex doorashada xildhibaanada aqalka sare ayaa la qoondeeyay in la qabto 25 July afar soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada ee u codeynaya xildhibaanada golaha shacabka ayaa lagu soo gabagabeynayaa 15 July ilaa 20 August 2022 shan doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhacaysa 15 August ilaa 15 September 2022 lix daarista xildhibaanada iyo doorashada gudoonka labada qale ee baarlamaanka ayaa dhacaya ugu dambeyntii 20 September 2022 todoba doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhacaysa 15 October 2022 golaha wada tashiga qaran ayaa dhanka kale sheegay in ayada oo tixgelinaysa codsi ka yimid haweenka Soomaaliyeed uu 100% kontan ku dhimay haweenka Soomaaliyeed khidmadda laga qaadayo haweenka u sharaxan baarlamaanka Soomaaliya dagaysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxa qayb ka tahay dhibaatada dalka.